في لطيف تغير وكبير جديد وقديم أربعة شارع شريف حوار خفيف مواضيع وتخفيف ما هو أصله ضيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم أربعة شارع شريف الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف مزيكا وفنون الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف ولا قدي جرحه ولا قدي ناره الله يسامحه لا قدي شوق ولا قدي جرح ولا قدي ناره الله يسامحه والشوق عيون السود عيونه السود عيونه السود عيونه السود عيونه دوبت وكل الغرام غلبت السود عيونه غلبت وكل الغرام دوبت واما الليالي صغرتني قلت اعمل ايه قدمت المهر مهر غالي وخطفت النجمه من العلاني قدمت المهر مهر غالي وخطفت النجمه من العلاني وخلاص يا قلبي مكتوبالي اعشق عينيك وسكت على جرح الهوى واللي رماني اللي رماني في الهوى قلوب تصالحوا لا انا قد شوق ولا قد جرحوا ولا قد نار الله يسامحوا لا انا قد شوق ولا قد جرح ولا قد نار الله يسامحوا عناب خدوده سكري قربت منه عناب خدوده قربت منه عناب خدوده حلويات قربت منه امس اني عناب خدوده حلويات قربت منه امس اني وبعدت عنه ام ناداني ورجعت ليه مغرم صبابة يا زماني والحلو يابا معجباني مغرم صبابة يا زماني والحلو يابا معجباني وعطشت تاني لما جاني مدي ايديه وصحيت على جرح الهوى واللي رماني اللي رماني في الهوى ونفت صالحه ده انا قد شوقه ولا قد جرحه ولا قد ناره والله سامحه لا لا قد شوقه ولا قد جرحه ولا قد نار الله يسامحه والسود عيونه يا ولا اوبا خلينا نرحب بكل مشاهدينا في كل مكان وحلقه بدايه الاسبوع يا رب تقضوا عندنا وقت حلو وتتبسطوا وتنطلقوا عندنا النهارده في أربعة شارع شريف وبنبتدي تاني شهر في سنه 2020 واضح ان السنه دي بتجري بسرعه بس احداثها كمان كتيره زياده عن اللزوم ما علينا خلينا النهارده كده نرحب باكل حلو قوي عندنا وترحيب كبير قوي 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 بفرافي روفاري ده موسى اهلا اخبارك ايه؟ ايه الاخبار؟ ايه الشراشيب دي؟ اه شفت بعمل لك حركات خالص النهارده انبهار عامله ايه النهارده؟ الحمد لله بص بقى النهارده هنعمل ثلاث وصفات اول وصفه هنعمل دبابيس كريسبي وهنعمل رز مبهر وهنعمل جرانيتا بالجريب فروت اوه حركات بقى دي حركات جامده قوي منوره كالعاده يا فريده موسى وبعد ما نخلص مع فريده هنروح الكلينيك العياده الاستاذ دكتور احمد عوض الله مدير مركز دار الطب زي كل يوم سبت بعديها هنلف معاكم الدنيا والنهارده هناخدكم نروح سلوفينيا وحبيبنا اللي وحشنا واحد من سكان شارعنا النهارده مشرفنا ومنورنا دكتور علي الكوريعي تحيه كبيره قوي ليه.
اخبارك يا دكتور؟ الله يخليك. اخبارك ايه؟ ماشي. مبسوطين بوجودك. وانا اكتر والله. والله بجد. ربنا يديك الصحة. طيب عايز اعرف لوحت سلوفينيا ليه؟ ما بص انا يعني كنت عايز ازور يوغوسلافيا السابقة. رحتهم بلد بلد؟ اه زرتهم كلهم السبعة. اوكي. هم سبعة. هم بقوا سبع بلاد دلوقتي. أوكي. بعد ما كانوا بلد واحدة. هي دي بلد حلوة طيب سلوفينيا؟ جدا جدا. أوكي. ويعني يا ريت اللي يقدر يروح يروح. خلاص. نوعدك ان شاء الله. اهلا وسهلا بيك. بعد ما نخلص مع دكتور علي الكوري عندنا فاشن شو النهارده. عندنا مصممه الازياء جايه لنا ومشرفانا من الاسكندريه، مصممه الازياء استاذه ندى مجدي. اهلا. كندا. الحمد لله يا تمام. اخبارك ايه؟ كله تمام. ايه الفساتين الحلوه اللي انا شفتها دي؟ ميرسي. حاجات تجنن. ميرسي ربنا يخليك. اخبارك ايه؟ دي الكولكشن الجديده؟ دي اول كولكشن. احكي لنا كده الناس هتشوف ايه؟ هي كولكشن جديدة وألوان تخص 2020، والفساتين كلها هتشوفها يعني فيها أمشة كتير. سندريلا كده. شوية منورة. ميرسي. أهلا وسهلا بيكي ندى مجدي مصممة الأزياء، مشرفانا النهاردة في 4 شارع شريف. مدام في فاشن شو يبقى أكيد إيراء وأخواتها بنات الشارع الحلوين قوي، منورين قوي 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 قوي. انتوا بطلتوا تلبسوا فرو ليه؟ عشان عيني؟ خفتوا من عيني حسيتكم. ماشي يا حلوين. انا النهارده مزازيكي فرقتي مشرفه ومنوره، حيوا نفسكم يا اولاد. طيب بدانا النهارده حلقتنا باغنيه لاستاذ مصطفى قمر. يا استاذ حسام هتسمعنا ايه دلوقتي؟ دلوقتي حتى الهوى. يا سلام للاستاذ محمد محي اللي انا سامع كده انه بيحضر مفاجاه كبيره قوي هتكسر الدنيا. وببعت له الف سلام وتحيه. نسمع دلوقتي حتى الهوى له ناس وناس للجميل نجم محمد محي، والنهارده طبعا هيأديها بصوته الجميل استاذ حسام. فين البليزرات والجاكيتات والحاجات؟ ما احنا قلنا ننوع بقى عشان انت والله انت خفت مني انت رخر. انا كمان عيني وحشه زي البنات اللي هناك. شالت الفرو وناس شالت البليزرات. ماشي يلا مزيكا. حتى الهوى له ناس وناس، له ناس وناس. حتى الهوى له ناس وناس، له ناس وناس. وناس بحيرة بقالها كتير، وناس بحيرة بقالها كتير. حتى الهوى له ناس وناس، له ناس وناس. حتى الهوى له ناس وناس، له ناس وناس. وإن كان كده طبع طبع يا قلب، وإن كان كده طبع طبع يا قلبي. وإن كان كده طبع طبع يا قلب، وإن كان كده طبع طبع يا قلبي. خليك يا قلبي قلبي كبير، وانسى العتاب واللوم، وراعي إحساس. وانسى العتاب واللوم، وراعي إحساس. ويمكن يحن يحن يحن، يمكن يحن يحن يحن، يمكن يحن يحن يحن، يمكن يحن يحن يحن. يحسبنا من ناس حتى الهوى له ناس وناس، له ناس وناس. حتى الهوى له ناس وناس، له ناس وناس. حتى الهوى اللي آمنا له هاجرنا يوم ما وصلنا له. حتى الهوى اللي آمنا له هاجرنا يوم ما وصلنا له. إيه بس كنا عملنا له، إيه بس كنا عملنا له. نسأل عليه يخصمنا ليه، نسأل عليه يخصمنا ليه، ونعمل ايه؟ حتى الهوى له ناس وناس، له ناس وناس. حتى الهوى له ناس وناس، له ناس وناس. أربعة شارع شريف، أربعة شارع شريف، أربعة شارع شريف. Thank you.
يا لهوي على اللي احنا بنعمله يا ولاد. رجعنا لكم مره ثانيه، اي حد عنده سؤال استفسار اي حاجه يحب يشارك بيها معانا خش لنا على صفحتنا على الفيسبوك 4 شارع شريف، واللي عايز يتواصل معايا انا شخصيا اهلا وسهلا بيه على الانستغرام شريف مذكور تي في. معلش رجليها اذا فجاه مره واحده نمدت وحاسس ان في شنيور بيخبط فيها. يا سخيف قوي خبط يعني باخد كميه حقن فظيعه عشان تزود الاعصاب بس مفيش فايده. ازيك يا فرابيرو؟ اهلا اهلا. عامله ايه؟ الحمد لله. ايه الحلويات دي؟ ايه رايك؟ لا اكلك حلو وانت حلوه حبيبي وعيلتك حلوه. انت اللي جميل. ايه ده؟ انت اللي جميل. ايه الحلويات؟ مش معقوله بقى. انتوا عاملين زي المشاهدين بتوع روسي؟ شايفه اللي قاعدين يتفرجوا علينا حلوين ازاي؟ اه مشاهدينا حلويات. اه طبعا حلويات مصر مشاهدينا 4 شارع الشريف. صح، انا مسميهم كده والله العظيم. ناس راقيه كمان. وي لاف يو سو ماتش حبايبنا. ستات ورجاله واطفال كبار السن صغار السن اللي بيشوفونا في البلاد اللي مجاوره حوالينا، اهلا وسهلا بيكم. معكم شريف مذكور. يا اهلا يا استاذ شريف. تيجي نتكلم زي المذيعين بتوع زمان؟ احاول. استني، هو بيقول لك سيداتي انساتي سادتي اهلا ومرحبا بكم في شارعنا، سوف تجدوا البهجه في شارعنا، سوف تنطلقوا في شارعنا. طبعا اللغه العربيه بتاعتي ضايعه بس مش مهم، هكمل في شارعنا وانت. باحترامنا ليهم هم اساتذتنا كلهم، بس هم كانوا بيتكلموا ليهم رايقين هدوء كده بقى ومش احنا اللغه العربيه كتير يعني هم كلهم احلى من بعض. طبعا اوعى حد يزعل احنا بنهزر يعني. انا بقعد اتفرج على حاجات كده ماسبيرو زمان. ماسبيرو زمان يا يا على كمان الفنانين بتوع زمان بقى. اتفرجت على ناس كتير قوي. لا حاجه حاجه مختلفه تمام. في برنامج كده انا لسه كنت بشوفه من كام يوم اسمه 10 على 10 بتاع استاذه نجوى ابراهيم. بصي بقى الضيوف كانوا مين؟ الاستاذه استاذتنا استاذه ياسمين الخيام. نسيت بقيه الناس. معلش هنقعد نفتكر. كان معاها حد لذيذ بس مش فاكر مين. ومره كانت جايبه استاذه نعيمه الصغير، فاكره استاذه نعيمه الصغير؟ بس استاذه ياسمين الخيام اعتقد كان معاها استاذ يونس الشلبي. اعتقد بيتهيألي ابص عشان مش عارفه البرنامج فمش عايزه اتفرج. اسمه 10 على 10. هتفرج عليه لان انا اليومين دول عايزه اتفرج على الحاجات دي. عندك حنين الى الماضي. حنين الى الماضي، كان نفسي ابقى هناك. ايه ده الفراخ دي بتاعت اسمه ايه؟ واللي جنبه بتاع اسمه ايه؟ الرز برضه. بنحاول. رزيكو باين اسمه. ريزو. انت عامله حاجات حلوه خالص. ايه بقى اللي انت عاملاه ده؟ النهارده هنعمل دبابيس فراخ كريسبي وهنعمل رز مبهر. بنحاول نقرب شويه بس طبعا مش نفس الطعم اكيد. احلى طبعا. يعني احنا مكلفين اكتر اكيد. طبعا هو بيحطوا حاجه في الحاجات بتاعتهم. بالظبط. ايه ده بقى؟ ده جرانيتا. جرانيتا. جرانيتا بتفصل الطعمه. جرانيتا دي تحفه. وبجريب فروت صحيه جدا. جدا. دي هتعمليها النهارده بتورنيدو. مظبوط. بالعصاره الخاصه بتورنيدو الجوسر بتاعتهم. طيب عايزه تبتدي بايه؟ نبتدي بالفراخ. يلا نقول مقادير. يلا قولي المقادير. اول حاجه عندي دبابيس فراخ بدون جلد، نص كوبايه ملح، ربع كوبايه سكر، فلفل اسود حب، لتر ميه. ده لنقع الفراخ بس احنا مش هنعمل الخطوه دي. للتتبيله عندنا دقيق، بيض، نشا، مكرمشات مطحونه اللي هي المثلثات، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، ورق لورا مطحون، حبهان مطحون، جنزبيل مطحون، كبابه صيني، ملح وفلفل، جوزه الطيب، بيكنج باودر، وللقلي زيت. خلاص. اول خطوه يا شريف، الفراخ لازم تتنقع زي ما قلنا في لتر ميه، نص كوبايه ملح، ربع كوبايه سكر، او ممكن ثلاث ارباع كوبايه. لا ما انا خلاص انا عملت الخطوه دي في البيت، دي بتسرع السوى. طب قولي كده تاني معلش. هقول لك في طريقتين للنقع. اول واحده ثلاث ارباع كوبايه سكر وعليهم نص كوبايه ملح وتلاتة ونص لتر مية. دي مقادير ثابتة ما ينفعش نغير فيها خالص للنقع. أو لتر مية، نص كوباية ملح، ربع كوباية سكر. دي بتقعد في النقع ده ليلة كاملة. ليه بقى؟
اولا بتخليها تستوي بشكل افضل، الزفاره كلها بتروح، ما بيبقاش بقى ليها ريحه ولا الدم اللي جوه العظم ولا اي حاجه، فما بنحتاجش نسلقها قبل ما نعمل الخطوه اللي هي بتاعت البانيه يعني. أوكي. خلاص احنا هنا ناقعين الفراخ بتاعتنا، وانا شايله الجلد عشان احس بطعم الطبقه اللي انا هحطها. قبل ما تعملي الطبقه خليني دخلت قريت شويه حاجات عن فيروس كورونا. يا ريت تكلمنا لو في حاجه. اولا بيقول لك ايه، لازم طول الوقت نقعد نشرب سوائل. سمعت موضوع المايه كتير. المايه كتير او اي سوائل، لان هو بيجي امتى؟ لما الزور يبقى ناشف. لما الريق يبقى ناشف، الريق بالزور يبقى ناشف، بيهجم وبيعمل درجه حراره مرتفعه جدا وكحه رهيبه، في الاخر واحد بيموت. خلاص؟ لانه ملوش علاج. وبعدين هو بيتنقل لما تكوني في زحمه يعني مولات بقى. ها؟ المولات والحاجات، المولات ومحطات المترو، ممكن الحتت اللي فيها ايه زحمة، مئات البشر لازقين في بعض، هي ده بيتنقل عن كده. بس هو لو شربنا ميه كتير فعلى طول هيبقى نلبس الكمامه في الزحمه. نلبس الكمامه في الزحمه. لو زورنا ورقنا على طول مبلولين او كده، يعني صعب ان هو بيعيش، بيبقى عايز حاجه جافه يعيش فيها في الزور وفي الحلق. ربنا يستر يا شريف. يعني هو لحد دلوقتي الحمد لله ما فيش حاجه في مصر، صح؟ مش عارف بقى، في حاجات ساعات بتكتب على الفيسبوك. بس انا مش مصدق حاجه في الفيسبوك ده بصراحه. لانه موضوع صعب. اكتر حاجه فيها يا شريف في الصين بياكلوا فعلا كل حاجه، يعني اي حاجه بتمشي. هي ليها علاقه بالاكل؟ انا حاسه انه ليها علاقه، لانه ممكن يبقى في فيروس في الحاجات اللي بياكلوها دي، ما اعرفش. لا يعني ما اعتقدش. لا يا شريف لا، مش ده اكلهم يجنن. لا سيبك من اكلهم اللي احنا بناكله، هما في البلد بياكلوا ايه؟ لا انا اكلت اكل صيني بجد اصلي بره مصر. بجد؟ لا بس بره مصر في حته اوروبا مثلا؟ لا ورحت انا البلاد اللي شرق اسيا دي ثلاث ارباعها، بس ما رحتش الصين. فيها بقى الخفافيش والحاجات دي. الاكل هناك على مزاجي جدا، وبعد ما باكله بحس ان انا بقيت عامل زي دراكولا. بياكلوا. يلا. طيب اول حاجه هتبل الفراخ بالبهارات، هاخد من كل شويه. طب تجيبي بقولك كبيره شويه ولا دي هتقضيكي؟ لا دي هتقضيني، لان هم اربع دبابيس يعني. هحط الورق اللورا، جوز الطيب، الكبابه الصيني، بابريكا، بصل باودر، توم باودر، كل الحاجات دي. بس مش هحط ملح، لان انا نقعاها في كميه ملح محترمه، فعشان ما يبقاش ملح كتير. كل دول على بعض كده، وهاخد شويه ميه صغيرين. مش مقتنع بالبتاع اللي انت بتعملي بيها برضو؟ مش عشان حتى الكاميرا تجيبها. بص مش مشكلة، صغيرين قوي. ماشي، هات شوية مية. اوكي كده اهو. ايوه بس استني بقى، اهو حلو قوي. بس اي على نفسك كده. ماشي، هحط فيهم الدبابيس، وهحط معاهم بس فلفل اسود كده زيادة. دي المفروض نسيبها في تتبيلة تقريبا 4 ساعات يعني، علشان تشرب الطعم كويس يعني. خلاص بعد كده، بعد ما تتبل بقى كويس، خلينا نفترض ان هي اتبلت، هناخد دي وهحط بجيب لك بوله واسعه. استني لا 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 استني بس. شريف والله هتقضي الغرض كويس. خدي لك الحاجات الكبيره. ماشي طيب، محتاج معلقه. حط هنا البيض. ها؟ هحط الاول الدقيق، حط شويه صغيرين. ممكن تعملوا في الخطوه دي تحطوا شويه بقى من البهارات اللي احنا استخدمناها في الفراخ. اضربهم لك. ماشي بعيد عشان انت لابسه غالي. ماشي، وهزود لك شويه ميه. ليه؟ تساعد بس العجينه. اوكي بعد كده هتحطي عليها ايه؟ ناخد دي نستخدمها في الايه؟ في اخر الطبقه الاخيره. ممكن حاجه واسعه بس. طيب. هنا ممكن اخد بس شويه من البهارات كلها. شيء يعني قولي لي كده ده. ماشي، خد حبة سنة. من دي. حبه من دي، حبه من دي، من دي. ما ايه البهارات دي؟ جنزبيل وكبابه صيني وحبهان مطحون، وهناك بقيت بقى البهارات. فين دي؟ اهي. ودي ايه؟ ده بصل باودر وبابريكا. بصل باودر. انا ده قصص ضوافري وغسل ايديا. وده ايه؟ وده توم باودر، ولا ورق لورا مطحون. ورق لورا مطحون وجوز الطيب. جوز الطيب بس كده، عشان بس نطعم الفراخ في كل طبقه. خلاص، ونقلبها كويس، وبعدين هحط الفراخ فيها. نحتاج شويه ميه. احنا بقى الميه دي ملهاش مقدار معين، احنا بس بنشوف ان العجينه او الكوت دي هتبقى تمام كده.
خلاص نحط بقى الكريم بعدين نحطهم فين بعد كده؟ بعد كده بقى في الطبقة الأخيرة اللي هي عشان تبقى ايه؟ طب هشيل هنا دول وهشيل دي، ممكن اشيل دي هنا دلوقتي وهجيب دول كده. هاخد المقرمشات، قلنا المثلثات دي مقرمشات؟ امال اسمها ايه؟ ممكن مش عارفه انا، معلش نسيت هنا ازود البيكنج باودر عشان تنفش. هقلبها حالا مع الشوكه. خلاص هنا دي، ده النشا، كل ده بيخليها تقرمش قوي. نوع المقرمشات قلنا يا شريف اللي هي المثلثات دي اللي هي عيش تورتيه اللي لونه ازرق يا جماعه. ممكن بطاطس محمره اللي هي المتقطعه، ممكن كورن فليكس، ممكن بس ده عشان فيه طعم كمان وبعدين بتبقى انشف. ممكن يبقى بقسماط، ممكن كل حاجه، مش لازم كل دي. افتكاسات يا جماعه. هعمل بقى كده يا شريف. في فريق اسمه افتكاسات تقريبا كان بيطلع في ساتردي نايت لايف اعتقد. شفتي حلقه ساتردي نايت لايف؟ لا بلاش. ايه ده، تصدق هروح اتفرج عليها؟ بلاش اشوفيها. ليه؟ هتتخطي بجد؟ هتتخطي. لا هروح اشوفها واقول لك على طول. بحبهم قوي، كانوا لذيذ. خدي بقى ولا تحطيها في الثلاجه شويه؟ المفروض هنحطها كده هتفك. لا مش هتفك، مش هتفك. يلا في زيت غزير هنسيبها بقى تستوي وتاخد اللون اللي هو الذهبي، وهي هتستوي يا جماعه على طول عشان النقع. جايبين ايه؟ مفيش حاجه باينه اهي. النقع اللي احنا عملناه في الاول ده بيساعد في التسويه جدا. شيلوا بقى الكاميرا من عندكم. ماشي خلاص ندوس عليها كده عشان الطبق تمسك. ممكن كمان يا جماعه ما تستخدموش بيض خالص لو مش حابين. هو مستر اسمه ايه ما كانش بيستخدم البيض؟ بيتهيألي لا، مش مكلف يعني قوي. يعني بس هو شاطر. طبعا الطعم مختلف، كلنا عايزين نوصل للسر. مفيش بس بص دي مش شبهها، دي احلى يعني. في وصفه ثانيه ممكن بقى نحط شويه جوز هند مع الخلطه دي، لانكم بقى جوز هند العبوا بقى في المطبخ. انا احب الناس اللي تخش المطبخ تبتكر وتفتكس بالظبط وتعمل مناظر. انا كمان احب كل حاجه تبقى مختلفه. هتشيلي ايه بقى؟ هشيل دول بقى خلاص. كل ده؟ كل مجموعه دي؟ وده هتسيبيها؟ ده دلوقتي بقى دي الوصفه الثانيه، رز. الرز طيب. انا هشيل دول ورا. لا انت بقى ايه، تعالي هنا اهو. طيب. احكي للناس انت عملتي ايه وسيبيني انا اظبط لك الحياه. اول حاجه نقعنا، قلنا الفراخ ليله كامله او على الاقل 4 ساعات في محلول النقع اللي احنا قلنا عليه ده، بيشيل زفاره وبيشيل اي حاجه وحشه في الفراخ وبيساعد في التسويه وبيخليها جوسي وكده. تمام. بعد ما نقعناها حطيناها في التتبيله اللي هي البهارات، وزودنا على البهارات شويه ميه وسبناها في التتبيله المفروض 4 ساعات على الاقل. بعد كده عملنا الطبقه الخارجيه بقى، او اللي هي هنقلي بعدها الفراخ، اللي هي عباره عن بيض ودقيق وميه، وزودنا عليها شويه من البهارات اللي استخدمناها في الفراخ وسبناها كده. وبعد كده حطيناها في الطبقه الاخيره اللي هي نشا والمقرمشات اللي قلنا ان احنا طحناها دي. خلاص. ودلوقتي بنحمرها على الدرجه متوسطه، يعني بلاش تبقى عاليه قوي عشان ما تتحرقش وتستوي كمان من جوه، وما نقعدش نقلبها كتير علشان الطبقه دي ما تتقشرش. يعني نخليها لحد ما لونها يبتدي يتغير بعدين نقلبها لحد ما تستوي. هي تقريبا يا شريف بتاخد 10 دقائق يعني. استنى كده نشوف حصل ايه الناحيه دي. وده النقع ده قلنا بيساعدها في التسويه اسرع. صراحه شكلها يجنن. لا هي حلوه قوي، حلوه قوي قوي يعني. بصي بودي واقف النهارده عامل ازاي؟ مقموص. واقف زعلان. زعقت له. ليه كده؟ أدي بودي بودي. بصي بيضيع. بص بيعيط. انت بتعيط ولا بتعمل ايه بالظبط؟ انا مش فاهم. انا تمام. هنا في الشارع مش في الحمام. اقف عدل. صح؟ بص وراه. بص حواليك. مين موجود؟ طب بقول لك ايه؟ قولي. انا بحب الاونيون رينجز. تمام. ممكن التتبيله دي نعمل بيها الاونيون رينجز؟ ممكن. اللي هي حلقات البصل. حلقات البصل. بس لازم تجيبوا البصل الابيض الكبير. الكبير وتقطعوه حلقات وتحطوه في ال. ممكن تتعمل بيها التتبيله دي، مش هتقول لا خالص. طب انت قول لنا بقى مقاديرك. طيب ده الرز بقى، ندخل على رز. عندنا كوبايتين رز، اي نوع انتم عايزينه. صدور فراخ مقطعينها مربعات، بصل مقطعينه مربعات،
معلقتين كبار باربيكيو صوص، وعندنا معلقتين كاتشب، 4 معالق ورشستر صوص، مرقة فراخ، بصل باودر، توم باودر، ملح وفلفل، زيت، بس كده. اوكي. بص بقى. حاسس الحلة دي سخنة جدا. ماشي، اجي عندك. استني انا همشي من هنا اهو. ماشي. هسيب لك. لا انا هقول لك حاجة. انا اقرب عندي نعكس. خلاص ده خلص اهو. هقول لك على حاجة. انا همشي. استني بس خليكي ايه زي ما انت. انا معاك، انا معاك. لا تتحركي. ما اتحركش اهو. ما اتحركيش لو سمحت. اهو. ماشي. يلا. يلا بينا. حاسس لانها سخنة مولعة. حاضر. أول حاجة هعملها هاخد معلقتين زيت أو شوية زيت، يعني مش لازم معلقتين قوي، وهبتدي أحمر البصل. كده. وهحط على البصل الفراخ على طول. اول ما الفراخ لونها يبيض هحط عليها الصوصات اللي احنا مستخدمينها. الفلفل ده بصي دعاء الصوانة هناك دي قاعده على الكاميرا بحبها. عامل ايه بقى؟ جعانه جعانه، ما تلاقيش شايلالك. قالوا تقول لك ايه وهعمل رجيم؟ امان. لا رجيم مين؟ ومقلده النهارده البرنسيسة ندى زناميري ولابسه تايجر. لا حلو حلو حلو. راجع عايزك تجيب البوت الاحمر بقى. طيب انا هنا اول ما الفراخ بيضت، احنا مش عايزينها تتحمر يا شريف لان هتستوي كمان مع رز، فمش عايزين نزود قوي عليها السوى، فهي هنا بيضت خلاص. هحط عليها بصل توم باودر كده. بصل وتوم باودر. بيعلي الطعم مع الحاجات. وهنحط الباربيكيو. بصي بقى انا هعمل بس حركه كده. اوكي. انا بعد اذنك. انت قلبي. انت مش عشان يشوفوا بس. عايزين نوري الناس. ما عندناش طيب كاميرا. ممكن فوق. طيب هقول لك على حاجه، بعد ما نحط الصوصات هقلب لك ال ايوه. هتعملي ايه؟ والورشستر صوص. هتعملي ايه؟ يعني هعملها لك كده انا. لا 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 نو نو نو. انت قلبي، انت سيبيها سيبيها سيبيها. انت قلبي انت. طيب. ليكي يا اختي تتلسع ولا حاجه او ما تتكلمي. طب هقول لك على حاجه جميله. تعملي ايه؟ هجيب لك. لا ما هتحطي رز. ايه مش لازم الرز يستوي؟ ما انا هغطي بقى في الوقت. لا 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 مش مشكله مش مشكله. اتس اوكي. هو ايه اللي انت عايزاه؟ احنا بس عايزين، احنا حاطين الصوصات اللي هي الباربيكيو. ايه الحاجات المربعه دي؟ فراخ؟ هنا هحط رز، مش هزود قوي ملح عشان في مرقه، هحط فلفل اسود، وبعدين هقلب تقليبه صغيره. سيبيها سيبيها. ما انا عايزه. حاجه بقى مهمه قوي في الرز ده يا شريف. ده بسمتي. ده لا، رز بالياسمين. والله في ده. مش عارف بيقطع ريحته حلوه قوي. واحط بقى المرقه كده ونسيبه. هسيبه بقى ايه؟ اول ما يبتدي يغلي والميه يعني يتشرب الميه زي ما بيقولوا، بنبتدي نقلبه تقليبه بالسباتشولا مش بالمعلقه، علشان الصوصات تحت اللي احنا حطيناها فيها سكر فممكن تتلسع من تحت، فبنديله تقليبه وبعد كده بنخليه على نار متوسطه يستوي بقى براحته، ونهدي عليه النار بس اول ما يبتدي بس يشرب الميه مش يشربها خالص. خلاص دي خطوه مهمه قوي يا شريف، عشان ساعات بيلزق من تحت الحاجات دي بتتحرق. اوكي. خلاص؟ نقفل بس كده. فيري نايس. ايه رايك؟ نسمع بقى. يلا بقى نسمع بقى. يلا بينا. حاجه بقى ايه للعندليب؟ يلا عندليب. جاهزين يا اولاد؟ يلا يا حبيبي. يلا ايه؟ يلا بينا نغني. يلا نغني؟ طبعا. هتغني ايه؟ خلص دلوقتي معانا قولوا له لعبد الحليم حافظ. قولوا له ايه؟ لا ما تطلع بس هقول لك. لما تطلع هتقولوا لي؟ ليه انا بتاع اللبن؟ مزيكا بعديها فاصل. Thank you.
دقيقة قولولو 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 الحقيقة قولولو بحبه بحبه من أول دقيقة قولولو بحبه ومدودني حبه قولولو بحبه ومدودني حبه في بحوره الغريقة متهني بقلبي الخالي كمان ما كنت بحال متهني بقلبي الخالي فات رمشوا الجري ونادهلي وبأجمل عيون توهني فات رمشوا الجري ونادهلي وبأجمل عيون توهني قولولو ندهني ليه حيرني وشغلني عليه قولولو ندهني ليه حيرني وشغلني عليه يا يصحيلي قلبه يا ينسيني حبه من أول دقيقة أشواقي مستنيك أحلم بيك أنا بحلم بيك وأشواقي مستنيك وإما سألتش بي يبقى كفاية عليا وإما سألتش بي يبقى كفاية عليا عشني ليالي أني بحلم بيك يا حبيبي أنا يلي مليت أيامي هنا بحلم بيك يا حبيبي أنا يلي مليت أيامي هنا بحلم بيك عارف من إمتى من أول ما عرفت الحب بحلم بيك وبحبك وانت أول حب وآخر حب وانت حياتي وابتساماتي انت حياتي وابتساماتي وانت الروح للعين والقلب وما سألتش فيا يبقى كفاية عليا ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا عشت ليالي أوبا أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف عملتوا زي ما عملناها؟ لا ما عملوش ما عملوش؟ طيب. عيد يا وائل تعدي تاني عشان هنعمل حاجة يلا 3 2 تيجي
نيجي نخلي الساده المصورين يعملوا هوا المصوره بالكاميرات كده زي ما انت عايز، هتلاقي الجمهور كله اغمى عليه من الدوخه. ايوه صح. طيب فريد احنا عملنا ايه دلوقتي؟ دلوقتي هنعمل الجرانيتا بقى. نقول مقادير، يلا جرانيتا. الجرانيتا عندنا ثلاث وحدات من الجريب فروت، ثلاث ثمرات يعني، كوبايه الا ربع سكر، كوبايتين ميه، نعناع فريش، بشر القشر بتاع الجريب فروت. خلاص ده تقريبا نص معلقه يعني. تحب الجريب فروت؟ اه جدا بصراحه، وبحبه كمان اللي هو بيبقى لونه احمر. هو ما لقيتوش ليه ناسه؟ اه بحبه قوي. في ناس كده جريب فروت الصبح مع الفطار، اه حاجه شيك خالص. بس انا يعني انا بحب اصلا اي حاجه مززه بالظبط. عشان انت حلوه. ميرسي. بص حطيت هنا السكر. هقلبه كده، بستنى السكر يدوب، بعد كده هنزل بالعصير على طول. سامع الصوت؟ هنحط البشر. كريستال. ده بقى ممكن يتعمل بأي عصير يا شريف، يعني ممكن يتعمل ببطيخ، ممكن يتعمل بأناناس، ممكن يتعمل بحاجات كتيرة قوي. وانت كده خلصت؟ اه خلاص. دي وصفة سهلة جدا. قوي قوي. العصير. وبعدين هسيبه يسخن شوية، وأحط هنا نعناع فريش، ممكن نقطعه لو عايزين. بعد ما هيسخن شوية، أنا أسف، بعد ما هيسخن شوية. هي البتاعة دي كريستال ولا إيه؟ مش عارفة بس صوتها بتعمل إيكو جامد. أه إيه ده؟ جبتوها منين دي يا أولاد؟ دي كريستال. بصي دعاء بقى إيه عمالة تبص عليها هناك، شكلها هتاخد إيه؟ هتاخدها تشيلها لجهازها. هذه تيجي تقول له شحتهم من عند شريف، دول كريستال. انا هضحك تعليك منوره جميله دودو. بص بقى يا شريف، احنا كده خلاص المفروض ان هو داب السكر وكل حاجه دابت. بعمل ايه؟ بجيب صينيه كبيره قوي، وبخلي يعني بحط العصير يا دوب يبقى نص سنتي بس. خلاص ممكن اعمل كده. هنشيله ازاي؟ ندخله الفريزر ده؟ انا هقول لك حاجه، هيدلق هيدلق، وانا مش هزود قوي. انا بس عايزة ادي الناس الفكرة، لانه كده كده مش هيلحق يخلص معانا، فهقول لكم الفكرة واطلع الجاهز طبعا. في جاهز؟ ده بيدخل الفريزر كل ساعة، بنطلعه من الفريزر وبعدين بنخربشه كل ساعة؟ اه لمدة 3 ساعات بنقعد نخربشه بالشوكة. هدخله لك انا. لا خلاص اهو. المهم ما يبقاش مليان قوي علشان يبقى اسرع. لو انتي في البيت متضايقه من جوزك خليه يشيل البتاع ده، لانه في الغالب هيوقعه على الارض. بحب قوي الحاجات دي بقى عشان يوقعه وتبقى الليله جميله. اه بالظبط. وبعدين هو كله سكر في الارض، هتلزق هتلزق. الله، انت تنطقي تقولي ايه؟ بقول لك ايه، انت دلزق على الارض، ناشف الارض، الارض ملزقه اهو. تمام كده. كل ساعه بنطلعه ونبتدي نعمل كده خلاص بالشوكه لمده 3 ساعات، يعني بنعمل كده 3 مرات كل ساعة، بنقعد نعمل كده. هو بيبقى مجمد كده وبيبقى عامل زي الكريستال الصغير كده، بصوا حبوب الكريستال كده، بصوا. الله، سو فانتاستيك. اهو وبنقدمه بقى اهو بالشكل ده. ده سايح طبعا، بصوا بصوا بيبقى شكله حلو. لا بس انا احب يبقى فيه شوية سايح وشوية كده اهو. اه عشان تحس بطعم العصير. ميرسي فريدة. احكي لنا عملتي ايه النهارده في سفرتك؟ النهارده عملنا 3 وصفات سهلين قوي. عملنا الدبابيس الفراخ الكريسبي، وعملنا رز مبهر، وعملنا جرانيتا بالجريب فروت. بس كده. ميرسي يا شريف والله. دعاء حاجزه الجرانيتا. ما تقلقيش يا دعاء، كل حاجه موجوده وحاجزه لك اهو، انا واقفه. وهيبقى تشيل شويه لزميلك جابر قاعد جنبك عشان ما تبقيش انت بتاكلي كذا. مش انت جابر وانت محمود؟ انت جابر. اه ميرسي يا شريف والله. نبي تقول والله انت جميل، انت بنورك والله، انت اللي منور الدنيا. يا لهوي يا لهوي. هتسمعك اغنيه حلوه، يلا بينا. هتسمعونا دلوقتي يا طيب القلب. انا بحب اسمع الاغنيه دي كتير، مرتين في الشهر على الاقل احب اسمعها، بتعمل لي كده حاله من مش عارف ايه. نسمع يا طيب، بشكر فريده موسى. نسمع يا طيب القلب، بعديها هنروح الكلينيك الاستاذ دكتور احمد عوض الله مدير مركز دار الطب. خليكم عندنا في الشارع لو سمحتوا. مزيكا. يا طيب القلب وين؟
زي ردة حنينة يا شوق عيني لا دار الطب حلمك هيبقى حقيقة. رجعنا لكم مرة تانية ودلوقتي احنا في العيادة عندنا ومشرفنا ومنورنا أستاذ دكتور أحمد عوض الله مدير مركز دار الطب. أهلا بيك يا دكتور. سؤالنا النهاردة بيقول الفشل المبكر للمبيض ممكن التنبؤ بيه؟ الفشل المبكر للمبيض ده كلمة خطيرة لأنه في مراحل كتير قوي بيمر بيها المبيض أو في تصنيف لبعض كثير من الحالات المرضية في المبيض اللي توصلك في الآخر لكلمة الفشل. أوكي. في ستات عندهم مشكلة في التبويض، في ستات بيحتاجوا أدوية تنشيط عشان المبيض يطلع بويضات، أدي واحد، فأنت ممكن تتخيل أن ده فشل في وظيفة المبيض. في سيدات عندهم حاجة اسمها تكاسات المبيض، وتكاسات المبيض عندها مشكلة في إفراز بويضات في الأوقات اللي المفروض يكون البويضة بتطلع فيها، ودي عندها برضو مشاكل كتير لأنه كثير من هؤلاء السيدات بقى عندهم جودة البويضات قليلة، العدد البويضات اللي بيطلع كتير بس الناتج من هذا العدد من البويضات الجيدة قليل وهكذا. في ستات عندهم الافسيج بتاعهم اللي هو الهرمون اللي بيبقى مرتفع نسبيا، مرتفع نسبيا، في يصنفوا في بعض الاحيان ان هم عندهم مشكله في كفاءه المبيض. في سيدات عندهم الافسيج سليم تماما وحجم المبيض صغير. أوكي. يعني لما تعمل السونار الحجم بتاع المبيض محيط المبيض شكله صغير. في سيدات عندهم شكل المبيض جميل جدا جدا جدا، وتحاليل الهرمون اللي هي بتاعت الاف اس اتش او حتى المخزون بتاع المبيض منخفض. في ستات عندهم مخزون المبيض منخفض والمبيض شكله صغير في الحجم، او مخزون المبيض منخفض وحجم المبيض جيد. في سيدات عندهم وظائف المبيض رائعه جدا، ولما تديهم ادويه تنشيط استجابة المبيض للتنشيط قليلة جدا، ولما تتابعهم في الشهر العادي من غير ما تديهم أدوية تنشيط تلاقي المبيض بيطلع بويضات لوحده. أوكي. في سيدات يبقى المبيض بيطلع بويضات بأقراص من المنشط ولا يفرز بويضات بالحقن اللي هي باهظة التكلفة مقارنة بالأقراص. في سيدات المبيض بتاعهم في الشات داون، يعني نايم ميت متوفي، زي اللي عنده زي اللي هو يقول لك متوفي اكلينيكيا، كانه ما فيش مبيض، اللي هو المبيض موجود مصمت الشكل عامل زي الارض اللي احنا الكراسي بتاعتنا عليها، تديها ادويه تنشيط المبيض لا تجاوب،
تحليل هرمون بتاعها اللي هو العالي الاف اس اتش عالي جدا، المخزون بتاع المبيض واطي جدا. كل دول في التصنيف ممكن يكونوا بيندرجوا تحت اضطراب في كفاءه المبيض او فشل مبكر في وظيفه المبيض. الشطاره في كل هذه الملفات في عياده في مركز في زي ما يكون هو استمراريه المتابعه للمبيض تلحقه يعني لافراز بويضات في الاوقات اللي انت بتتامل فيها افراز هذه البويضه سواء بتنشيط او من غير تنشيط عشان حقن او من غير حقن. لانه انا دايما اقول انه طالما العيب في كفاءه المبيض في فرق بين انك انت تهت انك انت تخبط خبطه وتجري اوكي، لانك انت مهما عملت من افكار واجراءات طبيه وعلاجات زي ما بيقولوا تكميليه زي الحاجات اللي هي مضادات الاكسده او ادويه تنشيط من الانواع اللي هي باهظه التكلفه او انت محتاج شهور تتابع فيها هذا المبيض وصولا للوقت اللي هيحصل فيه التبويض للجماع او التبويض للتلقيح او التبويض للحقن المجهري. وان كنت هتشتغل على شهر واحد فلازم تكون امين جدا وانت بتقرا الملف في نسبه الحمل. اوكي بشكرك يا دكتور، نورتنا كالعاده. بشكر استاذ دكتور احمد عوض الله مدير مركز دار الطب. وخلينا نشوف فاصل نرجع نكمل مع باقي سكان الشارع. خليكم على لو سمحتوا. اربع شارع شريف، اربع شارع شريف، اربع شارع شريف. رجعنا لكم مرة تانية، والنهاردة معنا دكتور علي الكوريعي، مشرفنا ومنورنا، وهيتكلم على بلد عمري ما فكرت حتى أزورها، مش عارف إيه اللي وداك، سلوفينيا. إزيك يا دكتور؟ الله يخليك، منور كالعادة، وحشنا، وأنت أكتر بقى يا حبيبي، مدة وظروف بقى حصلت وبتاع، ظروف حياتية حياتية وصحية برضه وصحية. أخبارك إيه؟ الحمد كله لله. تمام؟ كله تمام يا رب دايما. إيه اللي خلاك تروح سلوفينيا؟ هقول لك حاجة، أنا كان في ذهني أزور يوغوسلافيا القديمة اللي تفسخت وعملت 7 بلاد اللي هم إيه بقى فاكر؟ سلوفينيا وسلوفاكيا. لا سلوفاكيا بره والله؟ والله كوسوفو، كرواتيا، الجبل الأسود، ماسيدونيا اللي هي مقدونيا، صربيا، والبوسنة والهرزك. إيه ده، والتشيك ريبابليك ما كانش تبعها؟ لا مش تبعها، يوغوسلافيا دي في الجنوب لوحدها. آه. فوق بقى ايه كانوا جزء من عارف الستار الحديدي بتاع زمان دون اللي هي البلاد بتاعت شرق اوروبا، هي دي الشريط ده كله. لكن يوغوسلافيا لوحدها كان أوكي. تيتو هو الرئيس ساعتها. ايوه طبعا وكان ليه علاقات قويه جدا مع جمال عبد الناصر جدا، ونهرو ثلاثة مع بعض، ونهرو طبعا في الهند. صح صح. طيب ده كان من كام سنه رحتها معلش؟ دي كانت 6 سنين أو 7. ده قريب. من قريب. ايه بقى مظاهر الحياه عندهم؟ الشعب ده عامل ازاي؟ بص يعني اول ما تنزل هناك شعب محب للحياه. اما تروح في الصيف بتفكرك بفينيس، بالبلاد الصغيره الجميله المحندقه اللي الشعب تحس انه مبسوط، ريستورانات على النهر اللي هناك اللي هو لوبليانا، العاصمه اسمها لوبليانا والنهر اسمه لوبليانا. فتبص تلاقي حتى فرق موسيقيه بتيجي من بره وتعرض. هنشوف دلوقتي في الفيلم واحد شغال على الموسيقى اللي هو بيعملها لوحده، طبلة وجيتار وهارمونيكا، كل ده هو لوحده. اوكي عارفهم. وبعدين فرقة تانية من المكسيك المارياتشي. هي بلد فيها جنسيات مختلفة ولا ايه؟ لا لا لا، هي بص خليط من الكروات وبتوع سلوفينيا. وبعدين تبص تلاقيها ان هي جزء من وسط اوروبا، منطقة جبلية، في الغرب ايطاليا، لدرجة ان في شريط بيتكلم طلياني هناك. هم بيتكلموا ايه اللغة الأساسية؟ اللي هي سلوفينيان. ده يعني ايه؟ خليط بقى من كرواتي بتاع حاجات قديمة قوي، أنا ما أعرفش أساسها إيه، لكن بيقول لك they speak سلوفينيان. هي البلاد اللي زي دي زمان من 500 و600 سنة كانوا تبع إيه؟ كان تبع أنهي إمبراطورية؟ ممالك، واخد بالك؟ وساعات ينضموا مع بعض يعملوا قوة جامدة،
ويتوسعوا يبقى إمبراطورية ويرجعوا ينكمشوا تاني. التاريخ كده توصل تلاقي الدولة العثمانية كانت في السماء وبعدين رجعت اضمحلت خالص. صحيح. الفراعنة كانوا قد إيه وبقوا إيه البلاد العربية الفرس صح عندك حق. طيب هناك الناس عايشة إزاي؟ بص يعني هو معروف ان الستاندرد هناك اعلى من بقيه كل البلاد اللي حواليهم فيما عدا طبعا غرب اوروبا. ما اتكلمش على غرب طبعاً. اوروبا وحتى ايام النظام الشيوعي اللي كان موجود كانت هي دايما متقدمه. هم كلهم 2 مليون سكان بالك ودايما الدخل بتاعهم عالي وتلاقي لانهم قليلين ما بيخلفوش كتير. قولوا النبي قولها تاني دي على وعسى. يعني هم سلوفينيا تعداد الشعب 2 مليون، احنا كل سنه بنزيد 2 مليون ونص او نص بالظبط او 2 مليون وربع. وبعدين بتشتكوا، ما انتوا هتشتكوا بطلوا خلفه وتقولوا للشعوب الثانيه بتتقدم ليه؟ ما احنا كل ما حاجه هنا بنعملها الخلفه كتير دي بتهبرها بتاكلها بتمحيها، فمش هتحسوا باي تقدم طول ما الناس عماله تخلف ويرثوا بيخلفوا ويعرفوا يربوا. هم محتاجين تربيه بعض الناس عشان يعرفوا يربوا عيالهم للاسف. عارف المينتاليتي يقول لك العزوه بتاعتي الفلاحين كده انا عاوز العزوه. هو فين طب هو انت لو هتقعد في الارض وتزرع هات عيال كتيره وعلمهم الزراعه وعلمهم الفلاحه هنحطهم فوق راسنا وهنحطك فوق راسنا بس يعني. طيب خلينا نشوف الفيديو. اتفضل ورونا كده الفيديو الخاص بسلوفينيا والفيديو ده تم تصويره من 6 سنين ودكتور علي الكوريعي هو اللي مصوره بنفسه. احكي لنا بقى الفيديو. دي دار الاوبرا. الأوبرا الله. كل ما تروح المناطق بتاعت شرق أوروبا بتاعت زمان لازم الأوبرا موجودة طبعاً. يهتموا بالفن جدا. دي بقى المباني القديمة أيام العصر السوفيتي. شوف وادي الجماعة اللي بيجوا يعرضوا الأغاني بتاعتهم والتصوير والكلام ده كله ويجوا فترة الصيف بس يعني يقعد مثلا شهرين ثلاثة وينقل في حتة تانية. أوكي. ويلم فلوس بقى طبعا. أوكي. عندهم أقولي أخبار الأكل عندهم إيه؟ الأكل جميل جدا. خليط بقى ما بين أنت عارف في الشمال في المجر وفي النمسا وفي الغرب هتلاقي ايطاليا وفي الجنوب كرواتيا. اوكي. وعندهم بحيرات ده نهر لوبليانا اللي ده نهر النهر لوبليانا اللي بنتكلم عليه. أوكي. بيفكرك بايه؟ بفينيس برضو شويه مع الفارق. فينيس تشبه قوي امستردام والدنمارك عشان البحر الميه هناك في كل حته تلاقيها جميله بتدي جمال. اوكي. بص المناظر هنا حلوه ازاي وبعدين تبص تلاقي قهاوي كتير ومطاعم على طول النهر دون من البيتزا للحاجات الفخمه جدا. عندهم اكل مصري؟ افندم عندهم اكل مصري؟ ما شفتش. يبقى ناقصهم كتير كده. ده ايه ده بقى ده بص الكنيسه من جوه الكاثوليكي وده بالليل يعني هم طبعا ناس فنانين قوي. هنشوف الكباري بنوها ازاي وبعدين الحته دي بقى مشهوره سلوفينيا بالكهوف اكتر بلد فيها كهوف في اوروبا وبيزورها السياح في المنطقه دي. اوكي. وهتبص تلاقي بقى ايه معلش كهوف فيها ايه كهوف دي؟ ده احنا عندنا كهف على فكره برضه في الصحراء الغربيه عندنا كهوف كتير. عندنا كهف واحد مهم جدا اللي هو على حدود ليبيا والسودان في الجنوب. عندنا حاجه تانية عند عند حلايب وشلاتين في بعض الكهوف مش عارف لكن في الغرب فيه انا متاكد من ده. ده ايه بقى ده؟ ده في داخل الكهف واخد بالك بياخدك زي ما تقول مونوريل كده وتلف جوه الكهف. اوكي. وتتفرج عليه. انا شفت كهف بقى احلى من ده بكتير قوي في الصين. الوان حاجه مش معقوله ومناظر الوان هي. بيدي اضاءه ازرق واحمر واصفر وبتاع. أوكي. مناظر حلوه جدا. اوكي. فطبعا هنا تبص تلاقي الحاجات اللي نازله دي عباره عن الميه لما بتتساقط الاف السنين بتتجمد وتنزل لحد ايه المنطقه اللي تحت ومن تحت تطلع كمان. قول لي بقى العمله بتاعتهم ايه؟ اليورو. اليورو هم تبع الاتحاد الاوروبي؟ تبع الاتحاد الاوروبي. انا ما اعرفش المعلومه دي. من سنه 91 هم استقلوا عن روسيا بقى خلاص. وهم ساعتها دخلوا الاتحاد الاوروبي. على طول. اوكي. وبعدين لو تشوف الحكم هناك برلماني. برلمان مش رئيس جمهوريه ولا رئيس وزاره ولا ايه؟ والله انا اعرف رئيس وزاره غالبا في رئيس جمهوريه كمان يعني لكن غالبا في موجود. اوكي. دي بص القصر ده اللي مبني في حضن الجبل هتلاقيه قدامك اهو. اوكي. يعني ده خد مجهود بص عامل ازاي جوه الجبل. اوكي. ده يعني مزار سياحي كبير قوي مهم جدا. اوكي. عندهم الشوبينج غالي التسوق؟ لا بص يعني هي بلد مش غاليه قوي. لو تقارنها بالبلاد الثانيه اللي جنبها يمكن غاليه سنه لكن بغرب اوروبا تعتبر رخيصه جدا. عندهم صناعه؟ عندهم بيصدروا يعني حاجات كهربائيه، حاجات تكنولوجيه، هدوم، حاجات خشبيه، عربيات نقل باسنجر وعربيات نقل كمان. فيعني هم ناس متقدمين جدا. شوف السوق بتاع يوم السبت
بعد الظهر. هو الاجازه بتاعته بتبقى سبت وحد. سبت وحد فكل واحده عندها مزارع مزرعه صغيره تيجي تعرض الحاجات دي وتبيعها هنا. الله. اذا كان ورد او خضار او اي حاجه وكلها منظمه بطريقه جميله، ما فيش وسخ على الارض، مع ان لو في اي حاجه على الارض فعلا الارض فله. اه تخيل مش ممكن. ايه ده؟ وكل واحد عارف الحته بتاعته ومسؤول عن النظافه فيها. فتبص تلاقي التصدير غريبه جدا قد الاستيراد، متوازنه. متوازنه. ميزانيه متوازنه. كل حاجه عندهم متوازنه. يعني التضخم 1.8%. يعني اقتصاد هايل. على ان لانه مش بيخلفوا كتير. عدد محدود. عدد محدود. والاستثمار من بره جامد جدا، وبعدين بيصدروا. انا في بعض البلاد انا زرتها قلت هي البلد دي ما فيهاش اطفال زي برلين في المانيا. ما فيش اطفال في البلد، يقول لي لا هنا بيخلفوا قليل قوي، نادرا ان حد يخلف. عشان كده كانوا الاتراك راحوا هناك واشتغلوا. صح. عندك 4 مليون تركي في المانيا. في المانيا. صحيح. بعد الحرب العالميه الثانيه كانوا محتاجين للناس دول يشتغلوا. صح. ففتح لهم الابواب. اوكي. في ناس هناك بتروح سياحه؟ طبعا. ولا هي مش بلد سياحيه قوي؟ لا كتير قوي بيروح. يعني هم ابتدوا من الكتله الشرقيه، طبعا دي كانت واحه جميله زمان، وبعد كده بقى الطلان بقى يروحوا، والالمان حجم التجاره مع المانيا عالي جدا على فكره. تصدير واستيراد. أوكي. ومع كرواتيا. أوكي. اللي هي الجاره الجنوبيه. اوكي. بالك. طيب احنا خلصنا، شيلوا لنا بقى الفيديو لو سمحتوا. دي بلد من البلاد اللي بالنسبه لي غريبه، انا زي ما قلت لحضرتك عمري ما فكرت ان انا اروحها. يعني والله روحها، بلد جميله جدا. في واحد من زملائنا هنا راحها وبأيد كلامي. والله. موجود اهو. اوكي. انت رحت تعمل ايه يا كشك؟ كنت بتصور مسلسل في سلوفينيا. 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 وفي حاجه ثانيه مهمه، هي العاصمه ايه بتاعتها؟ لوبليانا. اسم النهر. اسم النهر. لوبليانا. بشكرك يا دكتور. الله يخليك. شرفتنا ونورتنا كالعاده. ونطمن على صحتك. نسي. وعلى كل حاجه ان شاء الله. باذن الله. دكتور علي الكوريعي النهارده سافرنا معاه، رحنا سلوفينيا. خلونا دلوقتي نسمع اغنيه، وبعد الاغنيه نرجع لكم مع الفاشن شو النهارده مع مصابه الازياء ندى مجدي. خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا. أربعة شلة
شارع شريف. رجعنا لكم مره ثانيه والنهارده معانا فاشن ديزاينر اول مره التقي بيها ودي اول كوليكشن ليها واول كوليكشن ليها ناجحه جدا فواضح انها ديزاينر شاطره وجايه لنا مخصوص من اسكندريه فمره ثانيه بنرحب بمصممه الازياء استاذه ندى مجدي. ازيك يا ندى؟ هاي اخبارك زيك. ايه؟ الحمد لله كله تمام الحمد لله. دخلتي المجال ده ازاي؟ انا الاول كنت دارسه انتريير ديزاين الكليه بتاعتي. أوكي. بس انا كنت في فنون جميله. كنت فنون جميله اسكندريه. اه شاطرين قوي. بس انا كنت عايزه فاشن فلما ما فتحش دخلت ديكار ولما خلصت اخذت سنتين دبلومه فاشن. في اي حاجه كومن او حاجه عامل مشترك بين الديكور والفاشن او الازياء يعني؟ ساعدني كتير. انا اصلا بحب الدراسز كمان يكون فيها لاينز. الفساتين. احنا هنتفق نتكلم بالعربي. اوكي سمحت. الفساتين بتاعتي كلها فيها خطوط هندسيه شويه حتى بنص الدراس ونص حاجه ثانيه. فالهندسه ساعدتني في كده. اوكي والالوان كمان انت درستي انتيريور ديزايننج اللي هو التصميمات الداخليه للمنازل او بالزبط. للبيوت فدي فيها عالم الالوان كبير قوي. طبعا مش كده؟ طبعا بالنص الالوان لبعض طيب كل ديزاينر بيبقى عنده شايف يعني انت ديزاينر مصممه ازياء شايفه الست بمنظور معين بشكل معين بتبقي عايزه الست تبقى شكلها فيمنن بتبقي عايزه الست شكلها قويه بتبقي عايزه الست شكلها مستقله انت شايفه الست ازاي؟ بحس ان الدرس يعني عايزه يكون فيه كل حاجه تكون اتراكتيف تكون برضه جذابه بالظبط تكون جذابه تكون فيمنن تكون فيها كات كده فيها قصه تشد العين. اوكي قصه مختلفه. اوكي فانا دايما فانت عايزه كل دول مع بعض مع بعض في فستان واحد. ده انت طماعه قوي. طيب خلينا نشوف فاصل ونرجع نكمل بقيه الكولكشن. فاصل ونرجع لكم خليكم على لو سمحتوا. شارع شريف.
رجعنا لكم مره ثانيه النهارده معانا فاشن ديزاينر. دي اول كولكشن خاصه بيها لخريف وشتاء 2020 مظبوط كده. ومره ثانيه برحب ندى مجدي مصممه الازياء. انت قاعده في اسكندريه؟ تمام. بتبيعي حاجتك في اسكندريه؟ اه اتليه في اسكندريه. كل حاجه في اسكندريه؟ كله في اسكندريه. بس انت اونلاين والناس بتجيلك ولا ايه؟ احكي. اونلاين يعني انا بشتغل كله على الانستغرام فيسبوك. نزلوا لنا بقى اهو الفيسبوك ونزلوا لنا الانستغرام الخاصين بيها. طيب وانت عندك اتليه بتاعك؟ عندي الاتليه. يعني ممكن اي زبونه بنت او سيده هتجيلك وانت هتفصلي لها الحاجه اللي انت برسم لها الدرس وبعد كده يعني بنتفق على ديزاين الاول وبعد كده بفصل لها الدرس. طب بس في الغالب الديزاينرز الاول بيبتدوا ان هم مش بيعملوا اتليه, بيصنعوا في حته وبيبقوا الدنيا عالضيق. بالظبط. انت دخلتي في التقيل على طول. انا كنت بعمل الاول وقت ما انا بدرس كنت بعمل في البيت عندي لاخواتي اصحابي. فانت اوكي. بدات كده لوحدي وجبت مكنه في البيت وقعدت اعمل. انت بتعرفي تخيطي؟ كنت بقص وبرسم باترون وبخيط. انت كل حاجه ده اتعلمتيه في الكورس؟ اتعلمته في الدبلومه. ده ايه الكورس ده بقى؟ هي دبلومه في الفاشن خدتها في القاهره, قعدت سنتين فيها كل حاجه بقى, فيها ديزاين. طب تقولي لنا فين؟ في ايطاليان فاشن اكاديمي. طبعا. في الدقي عند استيفانيا. استيفانيا دي حبيبتي. الله يا استيفانيا. استيفانيا دي سيده ايطاليانيه عايشه في مصر بقى لها يمكن 30 سنه, بقت مصريه وهي برضو فاشن ديزاينر وساعات بتجيلي تعرض حاجات. استفدتي من؟ طبعا استفدت كتير. اتعلمت كل حاجه فيها. اوكي. انت مسميه البراند ايه؟ غويلي بالغين. ودي بتكتبوها بالانجليزي ازاي؟ جي اتش. يعني ايه معناها؟ ده اسم عيلتي, اخر الاسم, اخر اسم في العيله. يعني انت اسمك ندى مجدي. مجدي غويلي. ندى مجدي محمد علي الغويلي. ندى الغويلي. وسميتي البراند غويلي. غويلي. اوكي. على اسمها دي حاجه حلوه جدا. بالظبط. واسم مختلف يعني. واسم مختلف. بس هي مشكلته في كتابه بالانجلش. بالظبط صعب شويه. عشان كده حطوا لنا الفيسبوك والانستجرام تاني عشان مكتوب ايه غويلي بقى. غويلي. جي اتش او. طيب القماشه والحاجات دي بقى ايه, بتلاقيها بسهوله؟ يعني بس بقعد ادور بقى ان القماش يليق على بعضه, والساتان يليق على القماش التاني. أوكي. التول يليق نفس الدرجه قريبه. اوكي. طيب احنا كده هنشوف اخر اربع فساتين ونرجع نكمل كلامنا. اوكي. جاهزين للمزيكا؟ يلا مزيكا. ندى اخر الفستان البيض دلوقتي يعتبر فساتين فرح صح؟ شويه. في ناس بتعمل افراح دلوقتي الصبح وكاتب كتاب بس مش فرح. ممكن واحده تكون بتتجوز لتاني مره مثلا. صح. هيبقى هتنجز بقى. انت ندى شرفتيني نورتيني. ميرسي كل الكولكشن وانت طيبه. ونشوفك على الكولكشن الصيفي ان شاء الله ربيع والصيف 2020. ميرسي. ميرسي لندى مجدي الغويلي. أيوة. محمد علي الغويلي. ميرسي. اسم العيله كله على وجودها معانا النهارده وجاينا مخصوص من اسكندريه. وميرسي على الكولكشن الحلوه الخاصه بيها. رب تكون اتبسطتوا عندنا النهارده في 4 شهر 20. نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس ميعادنا. شكرا لكم. باي باي.